Yeah.
Kami sunnah mandi dan bahari
كل حيك بذنب الذي تم معناه وشكرته ثم اصطفى محاربا ما بكم ناسا يوم شاك بما حسنه فجوهر الحسن في خير القاسم دعا دعا كنا يهيب وحكم بما شئت من قبلي واتهيني وانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف وانسب إلى قدري ما شئت من عظام ما إن قبل رسول الله لك سلام حد فيعرف عنا منكم بها لو ناسبت قدره اياته عظاما احيا اسمه حين ابتعد ليس بما لم ينتحين بما تعدى العقول ايام صنع بينها لم ترتب غدا نايم عيا وعرفه معناه هذي سيرى في القرب والبعد في غير منفاق كالشمس تظهر للعينين من بلود صغيرة وتثبت الطرف من أمام وكيف تكون في الدنيا حقيقة قوم لي منتسبا عنه به الحلول فما بلاه العلم أن فيه الفرس
قلبا
halu murtadi naka raham wahumma wahyun bimu tasabin wala nabi yun'ata bayin bimu tahami kam agara'at wasiban bilan sirat hatam wa atlahat Ariban bumi bapatil lamani Ra'adati sanat al-shabadah Wa'umumat tahadah Urwatan bil-arsuri Bumi bi'aridin Jadah Kutatim farahaliha Zainul bi'ah Yami awsaidun bidat alihi ta'ni wa wad Biyayatillahu barabdu rahman Laylan ala alahi fradul huyan Dadu husnaw wawwan muntahimun walaysada Thank you.
الشمس من رافات وعيون فيه فهو طعم الماء من سقى يا خير من لما ملأ الفضا ساحتا سحيا وارضا أرضت بالأن يؤتي الرسول ومن هو الآيات الكبرى لمهتدير ومن هو النعمة المهتدير تليه ساردا من حرام ليلا إلى حرام كما سار بدر بيد جميلا وظلت وبدت ترقى إلى أهلت منزلة من قبل قوسين لم تدرك ولم ترام وقدمت كجميع الأنبياء إليها ورسل تقديم محكوم على وأنت تهتري السبعة ما قضيهم في موكب كنت فيه صاحبا على حتى إذا لم تجعش والريبس تبيك من الجنوب وعلى مرقى الريبس تليه خافت تحول لما قمت بالإضافة نبيت بالرفع إلى المفرد العالم كيف في وصف أي مستدير عن العدون وسر أي مبتدى في فمصداق لا فخر غير مشترك ومصداق لا فخر من غير مزدحى وجل من بدر موليدا من رتاب وعزاه تركوا موليدا من نعم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايات اخنا غير هذه لما دعا دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرما وما راعت قلوب العيد باب فاتيه كنبهات أجفالت رفلا من الغد ما زال يلقاهم بكل مرتبات حتى حكوا للقاه لحما على ورضا وجه الفرار فكادوا يغبطوا نبيه اشرى اشارت سمع الابقار والرفاق تمضي الايات ولا يدرون عدتها ما لم تكن إلا من أشهر قلوب كأنما دين ضيف حلس حتى بكل قرن إلى لحظ العيد يا جنوب رها بسدور سامحات بموج من الابطال ملتقين من كل منتدب لله مهتسج يسجو بمستحسن للكفر مهتقين حتى غدت
الإسلام وأجابهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير آب وخير بعد فلم تيسر ولم تأتيهم الجبال فسل عنهم نصف دماء ما جرحوا منهم في كل مصطدم وسل حنين وسل بدرا وسل أحد وصول أحد في الله أجهى المصدير بضيح عن بعد ما ورد من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بالخط ما تركت أكلامهم حتى من غير عجيب شاك السيلات إلى سيمة من يزن والورد لم تسوء السيمة من السلام تهدي إليه تنيا المصعين أراهم فتحساك الزهرة الأكبر من كانهم فيهم الخيل تتربى من شدة الحزن لا من شدة الحزن طار قلوب العدى من بأسه فرقها أنوبا بين الفهم والبهاء ولن تكن برسول الله نصرة إن تلقاه أسلوبي أكاميها تهيئي على الفرح من ولي غير قصير به ولا من عدو غير مقصر أحلى أمته من حرزه التي هي التي قد لما أشفاني به أجاب كلمة الله في جدل به وكم خصم البرهان من قصيبك فاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية كيف التأديب في الرقود وقدمت كنيتي إن أستقيم بي ذنوب عمر مضى في الشعر وال خدامي قلتني ما تخشى عواقبك أنهني به فهدي من النعم أعطت وليصيب من حالتين وما حصلت إلا على الآثام ناداك فيا خسارة نفس في تجارتها لم تستهل بها في الدنيا ولم تسوء ومن يبع أجيلا منه بعاجله يا بالله غبن في بيع وفي سلامي إن أكيدا بدفع عهدي بمتقيد من النبي ولا حبلي بهم صريب فإن لي ذمة
اسمه بالتس مياتي محمد وهو أحب الزمة إن لم يكن في المعاد أحدا بياد فضلا وإلا فقل زلة قد حاشاه أن يحرم رجيمك حرما أو يهدي الجار منه غيرك ترى ومنذ ألزمت أختاري متى إيها وجدته لخالص غيرك تزيد ولن يكون تلقينا من مئات تاريبة إن الحياة ينبت الأزهار بالأكام وعلى المور زهرة الدنيا التي اختطفت يا زهر بما أثنى على هاري يا أكرم الخلق مالي من أدود به سواك دحول الحديث العامي على يدي قرار الله جاءك في متجلى باسم منتقي ما إن من جديك الدنيا وقرت ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنعي من زلة عظمت إن الكفائر وراني كان لما لعل رحمة ربي حينيا سيموها تأتي على حسب الإصيان من إساس يا ربي وجه أكرد غير من عكيس لديك بل عن عيسى غير من خريف والكف عبدك تريني إن صبرا منك تدعوه الأهوال يجهزيه وعدا من بصالة من بعد ما كنت على النبي يجيب هل من وعد سديك والآل والصحب متبعي أهل الترقى والنفى والحلم والترى ما رمعت على المريح خطر أقرب العيسى حد العيسى بنا ثم رضا عن أبي بكر وعن أمان وأن علي وعن أثمان بن طراب والآل والصحب لها فهل الدخار والنهار والإلم والحرام مصطفى من للمقاصد أغفر لنا ما مضى واسعا قوي قوي
ممن بيته في طائفة هرم وإسمه قسم بالنعقاب القسم أبياتها قد أتت سنين مع مئة فرج بها كربنا رواتي عن دهره سبحان ربك رب العزة عما يصفون أبياتها
ha wada atasina ma bi atin farij biha karbana Oh,
Ya
من بيته في طائفة حرم وإسمه قسم إنا قابل قسم أبياتها قد أتت سنين مائة خرج بها كربة وعاد إلى Thank you.